ضرب ولاحظوا بدنا نرمز للضرب دوت وإلى جانب أرجلها 12 أيضا نفس الفكرة أن أي في بي كأعداد صحيحة كعملية ضرب اعتيادية في الأعداد الصحيحة أي في بي قد يكون أصغر من 12 فالناتج ينزل نفسه أو يكون أي في بي أكبر أو يساوي 12 فأطرح منه 12 أو مضاعفاتها. طيب هنا لي ونتوقف إلى أن يصير الناتج بين الصفر والدعش، لا يكون أقل من صفر ولا يكون أكبر من دعش، يعني لا يكون مساوي 12 أو أكبر. أكو طريقة ثانية هنا أسهل من الطرح، لأنه هنا الطرح راح يسبب لنا يعني قد يكون إزعاج. شلون؟ خلينا نجرب مثلا 3 × 7 مود 12. 3 × 7 3 × 7 21. أطرح منها 12 9 ما بيها مشكلة، فرأسا الناتج هو 9. طبعا 9 صارت محصورة بين 0 و 11 خلاص لأن توقف. لكن إذا ضربت 5 × 11 55 ضرب أعداد صحيحة 55 أطرح منها 12 راح تساوي 43 43 أكبر من 12 أطرح منها مرة أخرى 12 31 وهكذا أستمر. لكن أكو طريقة أسهل وأسرع وهو أن أقسم ناتج الضرب كأعداد صحيحة أقسمه على 12 باقي القسمة هو ناتج الضرب ليس ناتج القسمة باقي القسمة. يعني هسه نجرب على 55 وإذا أكو يمك حاسبة أو بالموبايل أكو عندك حاسبة حتما قسم 55 على 12 اللي هو 48 تمام ويصير 7. صح؟ إذا ناتج الضرب هذا هو 7 باقي القسمة وليس ناتج القسمة، ناتج القسمة 4 ناتج القسمة 4 يعني 55 × 12 يساوي 4 وكسور. هسه إذا قسمناها بالحاسبة راح نشوفها 4 وكذا بس باقي القسمة هو 7. أيضا نروح نسوي جدول للضرب مثل ما سوينا جدول الجمع. تسمحوا لي أني أختصر المسافات، هذا هو ضرب 12. طبعا الصفر راح ينزل أصفار الواحد راح ينزل الصف والعمود اثنين في اثنين 4 6 8 10 وهكذا إلى 11 اللي هي 22 قلنا 9
قبل شوي شفناها. وانا استمر بالعمليه هنا، انا راح طبعا نفس الشيء هو بريود يعني هو دوري، وهنا انا راح نشوف العجب العجاب. بعض الافكار اللي ممكن تتوارد الى اذهاننا انه ما هو العنصر المحايد؟ العنصر المحايد واحد، الايدنتيتي هو الواحد. المعكوس، ما هي العناصر اللي إلها معكوس في هذه المجموعة؟ لا، لاحظوا السؤال، ما هي العناصر التي لها معكوس؟ وكأنه يوحي السؤال بأنه أكو عناصر ما إلها معكوس. يعني من نروح للأعداد الحقيقية ونسأل مثلا ما هو معكوس التسعة؟ معكوس الضرب للتسعة، واحد على تسعة مباشرة، أي عدد حقيقي نعطيه لا يساوي صفر إلى معكوس. لكن في زد أن مثلا ليست جميع العناصر لها معكوس، هاي واحدة من النكات، واحدة من الأشياء اللي بالنسبة لنا غريبة تعتبر. فهنا ماكو عملية قسمة لكل العناصر، يعني صادفنا معادلة من هذا النوع مثلا 4x يساوي 11 مثلا على سبيل المثال. بس أنا ما أعرف أكو شيء من هذا القبيل أو لا بهذه المجموعة، يعني ما أعرف أكو عنصر أضربه في 4 يكون الناتج 11، هذا ما متأكد من عنده إلا أكمل الجدول وأشوف بالجدول أكو شيء لو لا. ثانيا بالاعتيادي بالأعداد الحقيقية هذه المعادلة حلها جدا سهل، أن أقسم الطرفين على 4، أو بمعنى بكلامنا الرياضيات الأدق أن أضرب طرفي المعادلة بمعكوس 4، أضرب طرفي المعادلة بربع. هنا الربع غير موجود في هذه المجموعة، 4 ليس لها معكوس بالنسبة لعملية الضرب. بل وهناك شيء ألطف، أن 4 هي من قواسم الصفر. يعني شنو قواسم الصفر؟ يعني 4 لا تساوي صفر، بس أضربها في شقد؟ أضربها في 3 تساوي صفر. 4 ضرب 3 شو يساوي؟ 4 في 3 كعادة صحيحة 12 ناقص 12، لا 4 تساوي صفر ولا 3 تساوي صفر، وبنفس الوقت حاصل ضربهم يساوي صفر. هذول نسميهم قواسم صفر، 4 و3، وهناك عناصر أخرى أيضا في هذه المجموعة هي قواسم للصفر. وهناك عناصر راح تكون انفرتبل. والله هنا شنو الانفرتبل؟ عندنا أتصور الخمسة والسبعة، خمسة والسبعة والدعش إذا ما كنت مخطئ هي عناصر قابلة للقسمة. الخمسة موجودة، حاولوا تكملون الجدول وشوفوا خمسة إنفرس موجودة أم لا، والسبعة إنفرس أيضا أتصور موجودة، والدعش إنفرس. طبعا هذه العملية اللي هي الضرب مود موجودة بالأكسل، خلي المؤشر على أي خلية من خلايا الأكسل يطلع لك فوق بالمستطيل الدوال functions، يطلع لك FX. يعني تخلي الماوس بالخلية
هنا فوق اكو مستطيل وهنا اكو تلقى كلمة اف اكس اذا مر عليكم اذا مشتغلين بالاكس هو. فانقر على الاف اكس يطلع لك خيارات اوبشنز واحدة من الاوبشنز مود تروح الى المود ويعطيك بين قوسين شنو اللي تعطيهن يعتمد على الخليج.